كيف حالكم؟ أنا مأمون فالح محمد حمدان من بلعط الكريم، العمر من مواليد 79، قضيت بالسجن 30 شهر عند اليهود، وأنا بعاني من كل الأمراض، خذ تقرير طبي من أعصاب وشغلات صحية، هم ضربوني بحاول أطلع على القدس لعلاج للمقاصد، منعوني وخبطوا علي بالضرب والهروين هون على حاجز كولومبيا. الجنود قبل حوالي 3 ساعة، الجنود أنا جاي من طولكرم، يعني على الساعة 5 طالع من الصلاة الصبح، وبحاول أطلع من هون في الإمكانيات أطلع من أي محل، لفيت عن طاحة البريد الرام، حاولت أمع لكون الجنود رجعوني، بحاول أفوت على المقاصد إني أتعالج غاد وخلص إجراءات وكل شيء وأرجع على طولكرم. يعني أنا كنت يعني أتعالج، بأخذ دواء أعصاب، كل شيء دواء زي هيك، يعني دواء زي هذا مش حاب، كل شيء بأخذ دواء لإيدي، دواء لجسمي، كل شغلات زي هيك. أنا كنت سجين وغلبوني، أعطوني دواء مثلا مش إلي، والإدارة السجن جننوني عشان يجي هذا، حاولوني على بسيخياتر على رمر على المقيل، وإن أنا هذا برفض، يعني بطالب حقوقي من دولة إسرائيل، هذا جننوني، رموني بمسجد، عذبوني يعني عذاب، يعطوني حقوق دواء مش إلي، وجلسات كهرباء إني حطوني بمستشفى أنا فاتت وعذاب. أنا كل على الحاجز بدي أفوت على المقاصد، جاي من طولكرم الساعة 5 الصبح بعد الصلاة، الساعة 4 الصبح 4:30، منعوني أفوت على الحاجز، والجنود ربطوا فيي، جنود إيدي من إيدي، من كل واحد يزق فيه من ناحية لناحية، ودفعوني هتلاقى اللي دفعوني الناحية الثانية، الصيد الثاني صاروا يدافعوا فيي بإيديهم، صاروا يدافعوا فيي، يضربوا فيي، كان كل بيزروع بلاش نضربك، كنت طبشك. وانا باخذ دواء يعني الاعصاب، وباخذ دواء اني باخذ بدون دواء بقدرش اساعد حالي، انا كنت من مشباز رملي، كنت من مشباز. عشان انت مدبر عبريت يوتر توف ميا مشان اني عربي تستدبر. انت مكبل تروفات بعمايم بحودش ايفو؟ بحودش بعم بحودش ازركا بعمايم بحودش تروفات. عشان انت رغتيت لليخت ليروشلايم ليش؟ شلبي لما قاصد اني كبل تروفات شاما. شاما انت مكبل تروفات شخا. بلو نتنو لخا بشوت لعبور. يرسل لعبور ايه تشافوت بتخونية ليرسل لعبور ليشو. قبل نتنو لخا لفني شبوعيم نتنو لخا لعبور؟ اني ميشو يبالي تروفات من شاما. لو يتنو لخا لعبور. يعني يجي تعفو شافوت الشي اللي بيت خونية.